بينما يصر الشعب المغربي على وقف الزحف الصهيوني في بلده، يواصل نظام المخزن ربط أواصر الخيانة باستقبال مسؤولين من الكيان الصهيوني، زيارات يتبناها صناع القرار ويتنصل منها الشعب، مثلما حدث عند زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني أفيف كوخافي التي وصفت بالمشؤومة والمذلة، خاصة في ظل تجاوزات بروتوكولية عديدة وضعت الضيف في مقام المستضيف. ومن بين الأوصاف التي أطلقت على هذه الزيارة أيضا الجريمة التطبيعية الكبرى نظرا لتاريخ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الملطخة بدماء أو الملطخة يداه بدماء الفلسطينيين، زيارة يراها متتبعون لشان المغاربي أنها تعد تهديدا للمنطقة نظرا لقرائن ترتبط بمساعي الكيان الصهيوني ومخططاته الجهنمية. فأي مشهد قد يتشكل قريبا في ظل هذه المتغيرات الحاصلة؟ هل سيواصل النظام المغربي تعنته باستقبال مسؤولين الكيان وضرب أيضا إرادة الشعب عرض الحائط؟ أم ستضغط المنظمات الحقوقية والأحزاب والجمعيات لقطع دابر الكيان الصهيوني في الداخل المغربي؟ أهلا بكم إلى المشهد المغاربي. أرحب بضيوفي في هذا العدد الجديد من المشهد المغاربي عبر خدمة سكايب من موريتانيا، المختص في الشؤون الأمنية علي أحمد سالم، ومن إسبانيا المحلل السياسي والدبلوماسي الصحراوي حبيب الله الكوري عبر خدمة سكايب، كما يتواجد معي في الاستوديو الإعلامي والمحلل السياسي دكتور حكيم بغرارة. أهلا وسهلا بكم جميعا. ما هي دلالات زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المغرب أفيف كوخافي في أول زيارة علنية على هذا المستوى بين البلدين اللذين عززا مستوى العلاقة بينهما منذ أواخر 2020؟ وأبدأ معك النقاش ضيفي من موريتانيا سيد سالم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هو أولا زيارة رئيس أركان الجيش الصهيوني للمغرب تحمل عدة دلالات، وإن كانت الأهداف الحقيقية تكتسي طابعا اقتصاديا من خلال شراء السلاح والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية من طرف المغرب، فقائد الجيش الإسرائيلي هو ثالث مسؤول رفيع يزور المغرب بعد وزير الدفاع ووزيرة الداخلية، والذين وقعا العديد من الاتفاقيات التي تدخل في مجال صلاحياتهم مع نظرائهم المغاربة. إسرائيل ترتبط الآن بعلاقات وطيدة جدا مع المغرب وتسعى لتعميقها من خلال احتواء المغرب عن طريق أمنه القومي وسياساته الخارجية. فإسرائيل لا تبيع السلاح فقط بقدر ما تسعى لتوسيع ملف التطبيع معها واستقلال علاقاتها مع المغرب لتعميق الخلافات العربية والتقلقل في منطقة شمال إفريقيا. فمثلا إسرائيل تدعم المغرب فيما يتعلق بالقضية الصحراوية لكسب ود المغاربة على حساب القضية الفلسطينية، وبالتالي قبولها في المنطقة كواقع مرتبط بالمغرب ومن خلال القضايا العربية أولا والشمالية إفريقية ثانيا. هناك أيضا دلالة أخرى، هو استقلال إسرائيل للخلافات الجزائرية المغربية من أجل الإضرار بالجزائر المعروف بموقفها من القضية الفلسطينية ودعمها لهذه القضية والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، وكذلك قيادتها لبعض الدول الرافضة عضوية إسرائيل في منطقة في الاتحاد الإفريقي لإرهاب الجزائر بتقديم السلاح المتطور والتكنولوجيا العسكرية المتطورة للمغرب وشحن كذلك خلافات الجزائر والمغرب واستخدامات الصحراوية سيد سالم في كل ذلك وزيادة النزعة العسكرية في كل منطقة شمال إفريقيا. طيب سالم، سيد سالم ابقى معي وإليك الدكتور حكيم، ونتحدث عن زيارة مسؤولين عسكريين في مارس الفارط إلى المغرب. تبعتها هذه الزيارة لرئيس جيش الاحتلال الصهيوني إلى المغرب، برأيك ما هي الأهداف الخفية من خلال هذه الزيارات المتتالية، وعقد أيضا ربما من خلال هذه الزيارات اتفاقيات عسكرية؟ وقبلها كانت زيارة وزير الدفاع الكيان الصهيوني
في شهر نوفمبر 2021، ومن خلالها تم عقد الكثير من مذكرات تفاهم أهمها إرساء صناعات حربية في المغرب وتبادل الاستخبارات والبحث عن القيام بمناورات مشتركة. وسبق لوحدات من الجيش المغربي أن ساهمت أو شاركت في مناورات عند الكيان الصهيوني في شهر جويلية من سنة 2021. هذه الدلالات لديها الكثير من الأبعاد. الكيان الصهيوني يتابع المغرب بأنه ضاعف ميزانية التسلح في 6 سنوات الأخيرة. في 2016 كانت الميزانية 6.2 مليار دولار، في 2022 الميزانية التي صادق عليها البرلمان المغربي بلغت 12 مليار دولار. والكثير من الدول، فرنسا وإيطاليا وحتى الصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، تسعى لامتصاص هذه الميزانية المغربية، والجميع اقتسم الكعكة. وبالتالي فما يعانيه الشعب المغربي وما يسعى إليه نظام المخزن فهو يقتني الأسلحة من أجل تأمين استمراره في قيادة المخزن المغربي وترك الشعب المغربي يعاني الويلات، لأن هذه الأموال التي يعني هي أموال تنمية ومشاريع التنمية للشعب المغربي تستغلها نظام المخزن لتعزيز ترسانة العسكرية لحماية نفسه، لأن تطور المظاهرات في الداخل المغربي كلها، كل الخبراء، كثير من التقارير الإعلامية وحتى الاستشرافية قالوا بأن نظام المخزن على حافة الانهيار، وهو ما يعكس هذا التحالف مع الكيان الصهيوني من أجل أن يؤمن له الحماية مثلما أمن له الاستعمار الفرنسي الاستمرار في بداية القرن الماضي. وعليه فالدلالات هي كثيرة. الكيان الصهيوني دخل مع الإمارات في مشاريع تنموية كبيرة في القارة السمراء، في كينيا، في أوغندا، في كوت ديفوار والسنغال، وبالتالي أعتقد بأن الكيان الصهيوني يحاول أن يجعل المغرب نقطة ارتكاز لتأمين مشاريعه التنموية مستقبلا. طيب، أشرك معنا في النقاش سيد كوري، كيف تقرأ أنت حسب نظرك سيد حبيب الله الكوري هذه الزيارة، خاصة في ظل الرفض الشعبي لها في الداخل المغربي كما كان يتحدث الآن دكتور حكيم بغرار؟ تفضل سيد كوري. زيارة أعتقد أنها مثل طريقها أول زيارة وزير الخارجية، وزير الدفاع، ووزيرة الداخلية، والآن رئيس الأركان. هذه زيارات بالنسبة لي تأتي في إطار حرب نفسية. النظام المغربي يريد إيهام الرأي العام الداخلي بأنه تحالف مع الشيطان من أجل الإضرار بالمنطقة، وخاصة التحرش بالجزائر الشقيقة والتحرش بجبهة البوليساري. أظن أنه الجميع يعلم أن هؤلاء القادة يأتون من منطقة قاومهم فيها أبطال غزة. غزة كيلومتر مربع، استعصى على أكبر جيش وأقوى جيش وتقنية وتكنولوجية خارقة للعادة، تغلب عليهم. مقاومة في لبنان كذلك هزمتهم. فهذا وهم. المغرب يستنجد بغريق الحقيقة ويبيع وهم بأن مع هذا الحليف الجديد يمكنه أن يغير ميزان القوة. ما فيه إمكانية لتغيير ميزان القوة. شعب الصحراء مصمم على كفاحه، والآن الشعب المغربي ينهض ويرفض علانية هذا التحالف وهذا التواجد الإسرائيلي في المغرب. هذا التواجد ليس جديد، من الخمسينات عندهم علاقات مع اليهود ومع الصهاينة. النظام المغربي، الكيان المغربي اللاشرعي المارق على الشرعية الدولية، الآن يتحالف مع دولة أخرى كما قال السفير الجزائري الصديق، قال بأن إسرائيل والمغرب هم عندهم نفس الأديان، يعني ينتمون إلى فصيلة دم واحدة فيها التوسع وفيها العدوان وفيها رفض قرارات الشعوب ورغبة الشعوب وإرادة الشعوب ومسارهم ومآلهم الهزيمة. طيب سيد كوري، ابقى معي. أعود لك سيد سالم، تجاوزات بروتوكولية وضعت الضيف في مقام المستضيف، كيف تعلقون
على هذا سيد سالم، وأطلب من المخرج أن يعطينا بعض الصور لبعض هذه التجاوزات البروتوكولية إذا كان ممكن. من خلال الصور هو لا حدود لارتماء المخزني في أحضان إسرائيل. أما من ناحية تجاوز البروتوكولات فهي أمر غير أساسي وغير ملزم لبلدين لا يحترمان القوانين الدولية فيما يتعلق بالاحتلال ولا يسعيان لذلك بقدر ما يسعيان لمصالح أنانية وضيقة لا تخدم السلم الإقليمي ولا الدولي، ولا يعترفان كذلك بحسن الجوار وما يحكمه من قوانين شرعية والتزامات ومواثيق دولية وعربية. بالتالي لا أرى لذلك كثير أهمية مقارنة بما تقوم به هاتان الدولتان المحتلتان في مناطق احتلالهما. طيب دكتور بغرارة، نتحدث الآن ربما أكثر عن هذه التداعيات إقليمياً، وعلى ربما إقليمياً أكثر فيما يتعلق بالصحراء الغربية والجزائر. ربما هذه الاتفاقيات المتكررة والمتعددة في شتى المجالات أيضاً، نتحدث الآن عن المجال العسكري، كيف ستؤثر هذه الاتفاقيات إقليمياً سيد دكتور أو دكتور بغرار؟ وأعتقد بأن التأثير سيكون على المملكة المغربية أكثر، لأن سيادتها باتت مهددة، وأعتقد بأن نظام المخزن سيسلم مقاليد تأمين المخزن والعائلة الملكية إلى الكيان الصهيوني، لأن المتتبع لصفقات التسلح المغربية أصبحت تركز على الطائرات المسيرة وعلى الذخيرة الموجهة بالليزر، لأن التقارير التي تأتيه من الجيش المغربي كلها سلبية، والمغاربة يؤكدون لنظام المخزن بأنهم لن يحاربوا حتى يستمر نظام المخزن، والدليل بأن قضية الصحراء الغربية لا يوجد لها أي امتداد لدى الرأي العام المغربي لقناعته بأن القضية عادلة وأن الشعب الصحراوي يعني يستحق أن يقرر مصيره، على أن يستفيد الشعب المغربي من الأموال التي يوجهها نظام المخزن لخدمة القضية الصحراوية. وبالتالي فالتأثيرات الإقليمية هي مطروحة بقوة كذلك، لكن أعتقد بأن فيه تآمر إسباني مغربي صهيوني من أجل التشويش على الجزائر وكل الدول التي تساند القضايا العادلة من خلال الضغط عليها وممارسة هذه الحروب الإعلامية، خاصة وأن المغرب مكن الكيان الصهيوني من فتح قنوات إعلامية حتى يسوق أو يضخم أو يوجه القضايا وفقا لما يخدم نظام المخزن. كما أن منطقة الساحل وكل إفريقيا باتت متخوفة من هذا التغول الصهيوني الذي كما قلنا من قبل هو دخل كذلك اقتصاديا واستثماريا للسيطرة على مختلف الدول الإفريقية وتوجيه الأنظمة الحاكمة والتأثير على من يحكم في إفريقيا، وهذه مشاريع طويلة المدى. حتى قمة الناتو الأخيرة طرحت بأن المد الإرهابي في منطقة الساحل يمكن أن يؤثر على أوروبا، ويمكن للناتو أن يتدخل عسكريا في أي لحظة، وكل هذه الرسائل هي مبنية على خيوط استخباراتية من أجل زيادة الفوضى في منطقة الساحل بإعاز من المغرب والكيان الصهيوني. طيب سيد حبيب كوري، هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الدفاعي كما نتحدث بين الكيان الصهيوني والمغرب، إلى أي مدى برأيك قد تؤثر مثل هذه الاتفاقيات على الصحراء الغربية؟ أنا أردد وأكرر أن هناك حرب نفسية وحرب إعلامية أكثر من أي شيء قد يؤدي إلى تغيير في ميزان القوى في المنطقة. المغرب، النظام المغربي، الكيان المغربي، العائلة المالكة في المغرب تبيع الوهم لشعبها وتبيع الوهم لرأيها بأنها تحالفت مع قوى عظمى سوف تساعدها على بالتكنولوجيا وبالوسائل المتطورة جدا. وكيف سينعكس هذا على الداخل المغربي سيد حبيب الله الكوري؟ الشعب المغربي أنا أظن أنه لأول مرة يقف ويؤكد بأن هناك خطوط حمراء لا يمكن القبول بها. الشعب المغربي يرفض تماما هذا التحالف ويرفض هذا التواجد، وبالتالي لما نرى تصريحات السيد أديسون وهو يهودي مغربي تقدمي أمضى أكثر من 15 سنة في غاياه السجون النظام المغربي، هذا الشعب يريد الانعتاق ويريد التحرر من هذا الكيان الجاثم عليه الذي
أتى بعدو كل المنطقة إلى داخل طيب. المغرب. طيب. جميع يعرف أن خطوة المغرب باتجاه إسرائيل هي انتحار سياسي للقصر وللعائلة طيب. المالكة المغرب. سيد علي أحمد سالم، ما هي غاية الكيان الإسرائيلي برأيك من خلال تودده للمغرب، وهل برأيك ستجني الرباط شيئا لصالح البلاد والشعب من خلال هذا التطبيع؟ هو إسرائيل لا تتودد للمغرب بقدر ما يتودد لها ويسعى للاستفادة من التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية والأمنية وحتى التجسسية، هذا فضلا عن علاقة محاولة الاستفادة من علاقة إسرائيل في العالم، خاصة علاقتها بأمريكا وعلاقتها بالدول الأوروبية لحشد التأييد له فيما يتعلق بالقضية الصحراوية. بينما تسعى إسرائيل من خلال هذه العلاقات النشاز مع دولة عربية من شمال إفريقيا لوضع موطئ قدم لها في المنطقة والتقلقل فيها وقبولها بزيادة منسوب مياه الخلافات والتدخل والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية أو المؤتمرات ذات الطابع الإقليمي والمحلي، وبالتالي محاولة حجز مكان لها في المنطقة ومضايقة الجزائر قائدة رفضها بالاتحاد الإفريقي والملتزمة بالدفاع عن القضية الفلسطينية. طيب. كذلك من جهة أخرى استكمال زيارة قائد الأركان الجيش الإسرائيلي تأتي استكمالا لما قام به أو تم توقيعه ما بين وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره المغربي وكذلك وزيرة الداخلية المغربية. فعلا وقعت إسرائيل مع المغرب اتفاقا لصناعة الطائرات المسيرة من نوع كاميغازي والتي يبلغ مداها 1000 كيلومتر، وتستطيع هذه الطائرات أن تحمل 20 كيلوغرام من المتفجرات وأن تبقى 7 ساعات في الهواء. طيب ما هي غاية المغرب من خلال ربما إمضاء هذه الاتفاقيات التي تتحدث عليها الآن سيد سالم؟ هو إسرائيل بالنسبة للمغرب يتخوف من الرفض الذي بات حاصلا له في شبه المنطقة الإقليمية من طرف جيرانه ومن طرف الأحرار في المنطقة الإقليمية، وبالتالي يحاول واهما أو يظن واهما أن الاتفاقات العسكرية التي يتم توقيعها مع إسرائيل أنها ستكون حماية له أو تستطيع أن تعزز من نفوذه في المنطقة أو على الأقل أن تجعل من القضية الصحراوية موضوعا مطاطا فيما يتعلق بتصفية الاستعمار. طيب وصلت الفكرة سيد سالم باختصار، تفضل. المغرب بهذا الأسلوب يبيع أمنه الخارجي ويبيع أمنه الداخلي، وكذلك كل سياساته بات الآن متحكم فيها إلى حد كبير من خلال البيانات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء الذي نظم أخيرا حضور الملك، والتي تمثلت في إيجاد أكثر وهي تتعلق بتعزيز وجود الجالية اليهودية في المغرب. طيب دكتور بغرارة، من خلال ربما كل هذه المعطيات القائمة والمتغيرات الحاصلة، الكثير يتساءل عن التقارب الصهيوني والقادم سيد بغرارة. والقادم أعتقد بأن الحروب السيبرانية والحروب الهجينة ستكون قوية بين الجزائر والكيان الصهيوني، لأن الجزائر تلاحق كيان صهيوني في المغرب وفي كل الدول الإفريقية، وما حدث في القمة الإفريقية ما قبل الأخيرة وتعليق عضوية كيان صهيوني إلا رسالة من الجزائر للأفارقة بأن الحرب طويلة الأمد ويجب أن يتجند الأفارقة، لأن توغل صهاينة في إفريقيا سواء اقتصاديا أو أمنيا هو هدفه توسعي وجعل الدول الإفريقية دائما هشة، وما يعيشه السودان ومقاومة الشعب السوداني للتطبيع جعل الكيان الصهيوني من خلال خيوط استخباراتية يحاولون إثارة حرب أهلية في السودان، والمتتبع لدخول كيان صهيوني في كل الدول العربية والإفريقية غايته أن يجعل هذه الدول هشة حتى يتمكن من السيطرة عليها وتوجيهها لخدمة أغراضه التوسعية. طيب باختصار شديد سيد كوري، تولي سقطات الدبلوماسية لنظام المخزن أسقطه إن صح التعبير في فخ العزلة الإقليمية وشبه عزلة دولية حسب ما يرى البعض، كيف سيؤثر هذا على الرباط باختصار شديد سيد كوري؟ تفضل.
الأكيد أنه بيع وهم الانتصارات الدبلوماسية من خلال فتح سفارات قنصليات عفواً وهمية لا وجود لمواطنين أفارقة فيها دليل على أن المغرب يلعب ورقة الحرب النفسية والحرب الإعلامية والتضليل تضليل وبالخدع وبالتآمر. لا يمكن للمغرب أن يتقدم، سوف في كل المجالات تهزمه إرادة الشعب الصحراوي وشعوب المنطقة، ويهزمه كذلك صمود الرأي الداخلي في المغرب الرافض لهذه التحالفات الشيطانية. طيب نكتفي بهذا القدر. المحلل السياسي والدبلوماسي الصحراوي حبيب الله الكوري، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لك أيضا المختص في شؤون الأمنية سيد علي أحمد سالم، وشكر موصول لك أيضا دكتور حكيم بغرارة المحلل السياسي والإعلامي. شكرا جزيلا لكم على هذا التدخل. المشهد المغاربي ما زال متواصلا معكم مشاهدين الكرام، وتتابعون بعد الفاصل. في المغرب، مجلس المستشارين يؤكد على الاختلالات التي تواجه النظام المغربي لضمان الأمن الغذائي للمغاربة. في تونس، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يكشف عن تسجيل رقم قياسي في تاريخ الانتخابات في البلاد. في ليبيا، استئناف إنتاج النفط في حقول عدة بعد رفع حالة القوة القاهرة. كشف مجلس المستشارين في تقرير رسمي حول الأمن الغذائي في المغرب عن وجود اختلالات واضحة وعجز نظام المخزن لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، على رأسها عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية في البلاد. هذا وأكد المجلس أن الاختلالات باتت واضحة اجتماعيا واقتصاديا أمام الحكومة المغربية التي تتسم بالضعف لضمان الاكتفاء الذاتي في المواد الاستهلاكية. في تونس، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأنه للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات في البلاد يفوق عدد المسجلين 9 ملايين. قال بوعسكر خلال الافتتاح الرسمي للمركز الإعلامي الخاص بالاستفتاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية إن عدد المسجلين في السجل الانتخابي بلغ إلى غاية يوم 14 جويلية الحالي أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي. ذكرت المؤسسة في بيان أن الإنتاج استؤنف في الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70,000 برميل يومياً. أكد البيان أن زيادة الإنتاج ستتم تدريجيا حتى تحقيق المعدلات الطبيعية. أوضح البيان أيضا أن الإنتاج استؤنف من عدة حقول تابعة لشركة الهروج العملية أو للعمليات النفطية وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط. نهاية المشهد المغربي، في أمان الله.